بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد، وفي انطلاقة جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة على بركة من الله وتوفيق. أعلنت انطلاقة الشوط 13 للقعدان الجذاع المحليات، لننطلق مع هذه الشعارات ونندفع مع هذه الأسماء الكبيرة التي بدأت في الانطلاق، بدأت في التحدي باحثة عن الفوز، باحثة عن الناموس الغالي، مباشرة مع أول الأسماء، أول المنطلقين، أول الباحثين عن الفوز، عن الناموس. هنا ينطلق محمد بن مهير بن سعيد المزروعي، يقدم معطش مع المركز الأول. يا سلام على هذا الانطلاق، على هذا الاندفاع والتحدي. المركز الثاني الوصول من وداع فيصل بن متعب بن بدر الشريم الشمري، يقدم وداع 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 وداع، الباحث عن الفوز، الباحث عن الناموس الغالي. هنا وداع مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات، والواصل معزم عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن منصوري، يقدم لنا معزم مع المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات وصول من محذر العبيد بن عتيق بن زيتون المهيري مع رابع المراكز. المركز الخامس مشاهدين الكرام، تقدم في هذه اللحظات من الفرزدق مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري، المقدم للفرزدق في هذه اللحظات مع المركز الخامس. والمركز السادس الأسد قادم، علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري مقدما لنا الأسد مع المركز السادس. المركز السابع حملول جابر بن محمد بن سلطان الخيلي، وثامن المراكز التقدم في هذه اللحظات الوصول من دغر محمد بن راشد بن سالم بن ضاوي، مقدم دغر مع المركز. التقدم ممتاز والانطلاق ميز، ولكن ايضا هنا خطاف حمود بن علي بن زبن الشمري قادم ايضا في هذه اللحظات مع خطاف لينطلق ويندفع في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، العودة مشاهدينا الكرام من جديد إلى أول المراكز، إلى أول المتحدين. وداع مع المركز الأول، وداع مع الصدارة، وداع. انطلق في هذه اللحظات باحثا عن الفوز، عن الناموس. فيصل يا فيصل، يا بن متعب، يا بن بدر، يا شريم، يا شمر، يا راعي مهمة، يا راعي جبارة، الله يا راعي الذيبة، راعي الأسماء المميزة. ينطلق مع وداع 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 مع الصدارة في هذه اللحظات. الممثل الدام لأبناء حايل، نعم لأبناء المحنة، هنا ينطلق في هذه اللحظات باحثا عن الفوز، باحثا عن الناموس. المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات، الوصول من أملول جابر بن محمد بن سلطان الخيلي قادم في هذه اللحظات مقدما لنا هملول، والسلالة الهملولية الشهيرة تنطلق. ولكن غياث مع المركز الثالث، سعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، وكذلك
القدوم في هذه اللحظات أيضا من ملبي محمد بن سالم بن عامر العامري مقدما لنا ملبي، ولكن وداع 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 يا شرم وداع يا الشمري وداع، انطلق وداع انطلق وداع ويقدم وداع مثل ما قدم الأسماء الكبيرة الكيلو ونصف الكيلو اللي يفصلنا عن الفوز اللي يفصلنا عن الناموس. يا مالك وداع اللي وادعهم وداع اللي وادعهم وداع، باي 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 باي، هنا وداع هنا وداع مع أول المراكز مع أول التحديات، ونصل إلى لوحة الألف والمئتين. بن زيتون قادم قادم مع المركز الثاني، وكذلك القدوم في هذه اللحظات من أملول جابر بن محمد بن سلطان الخيالي. أوصلت الأسماء أوصلت الشعارات، ولكن لوحة الكيل والأخير يا شريم روح يا الشمري روح روح يا وداع يا مالك وداع. نعم ممثل حايل الدايم يا ابو فهد، نعم انطلق انطلق في هذه اللحظات الشمري يا الشمري اللي وحركه حركه حركه وتحرك وطار وتحرك وطار صاحب انجازات ونقاط عديده وقويه في ميدان المرموم بالشوط الاول. نعم ينطلق اشرم يا الشمري، ولكن القادم القادم في هذه اللحظه الظبيان خليفه بن احمد بن جمعه بن جبر السويدي، ولكن على ما يبدو لي الناموس الى ابناء حايل الى ابناء محنى المحنى هنالك بمنطقه حايل بالمملكه العربيه السعوديه يقدمون ملبي ملبي يمنا الا وداع الا وادعهم الا وغادرهم من الكيلوين يا شريم. سلام سلام على هذا الفوز المميز والكبير من قدموه، قدموا لنا وداع ودعهم للفوز ودعهم للناموس. تهانينا والناموس لمالك وداع فيصل بن متعب بن بدر شريم الشمري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هملول جابر بن علي بن محمد بالسبت الخيلي. المركز الثالث كان الحضور ايضا من ظبيان لخليفة بن احمد بن جمعة بن جبر السويدي. المركز الرابع المركز الرابع هملول جابر بن محمد بن سلطان الخيلي. وخامسا وصل مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء محذر العبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا تهانينا والناموس لمالك وداع، من قدم وداع فيصل بن متعب بن بدر شريم الشمري ممثل منطقة حايل وأبناء حايل الدايم. سلامي عليك يا شريم سلام. 9 دقائق 9 ثواني وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والسلامات إلى أبناء حايل إلى أبناء المحنة مع شريم ممثلهم بالفعل. هنا المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني هملول جابر بن علي بن محمد بن سبت الخيلي. 9 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور أيضا من ظبيان خليفة بن أحمد بن جمعة بن جبر السويد. توقيته 9 دقائق 13 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين.